السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على خير المرسلين. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيت باش ندير معكم واحد العصير اللي كيجي منعش وزوين، ونغيروا به شوية العصائر اللي كنديروا على مائدة رمضان. كيجي بلوغو ديال العصير اللي كنتشهى وكنشروه من الدكان، ولكن هذا بدون مواد حافظة وبكل شيء مصايبينه في المنزل. المكونات، المقادير والطريقة، غادي نديرهم في نفس الوقت. في كاس ديال العصير انا عندي هنا 3 ديال الجزرات اللي سلقتهم هكذا بالقلب ديالهم، لان هذا خزولة عندي صغير ماشي شارف، صغير. اذا اش درت؟ سلقته، نقيته وسلقته بالقلب ديالهم. 3 ديال الجزرات مسكوقين، سلقت معاه جوج ديال الليمون اي البرتقال بالقشره ديالو، حيدت له غير العلف، قطعته على 4 وسلقته مع الجزر. جوج ديال الليمونات، وعندي هنا جوج ديال الخوخات منقين، محيد لهم العظم ديالهم ومنقين، وكانوا عندي في الكونجيلاتور. وعندي هنا الماء ديال السليق ديال الجزر وديال الليمون حتى به. وغادي نضيف، لان هنا هاد العصير غادي يعطيني كميه كثيره، اذا غادي نضيف جوج المعالق عامرين ديال السكر، الملعقة الأولى، الملعقة الثانية عامرات، وغادي نطحن الكل. من بعد ما طحنته مزيان، كيجي على هذا الشكل خاطر. كنطحن مزيان، غادي نضيف له واحد شويه ديال النكهه ديال الخوخ. اصلا انا نديرها فيه الخوخ هذا غير باش يعزز ديك النكهه. غادي نزيد نطحنو شويه باش تخلط. غنزيد فيه دابا ما تبقى لي من هذاك الماء ديال السلق ديال البرتقال وديال الجزر، ونزيد فيه قيمه لتر ولا ربع ديال عصير ديال الليمون. عندي هنا لتر ولا ربع ديال عصير ديال الليمون، وهنا داك الماء اللي بقى لي من اللي سلقت فيه الجزر والبرتقال، غادي نزيدهم باش يتخلط لي داكشي مزيان. غادي نخوي واحد الكميه من هاد العصير، كتشوفوا فيه خاطر بزاف. هنا وغادي نضيف عصير ديال البرتقال طري اللي عصرته هنا في المنزل،
غادي نزيد الحوتنا بسم الله. ونكمل هادشي اللي بقى عندي تاني. في الاخير انا غادي نخلط هاد الكميه اللي عندي كامله في الاخير. عطاني كميه كثيره ديال العصير وصدقوني هذا العصير كيجي منعش جد منعش، بلوغو ديال الخوخ وفيه لوغو ديال القشره ديال البرتقال. شفت تقريبا جوج لتر ونص بنصف ديال العصير، من كيلو واحد ديال البرتقال، ثلاثه ديال الجزرات، جوج ديال الخوخات. عطاتني هذه الكميه كلها اللي غتقدر نستغلها في يومين تقريبا على مائدة الإفطار. نتمنى هاد الطريقة ديروها وتعجبكم، تشجعوني دعموني، تابوناو في لاشين ديالي، ديرو لي جيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.